أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تأييد بلاده للضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد مواقع محددة للنظام بسوريا. وفي وقت سابق دان ترودو استخدام الأسلحة الكيماوية، وأعلن دعم بلاده للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. وأضاف ترودو أن كندا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين وتقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي للعدالة.